مسعود أوزيل الملقب بعازف الليل، لاعب الساحرة المستديرة، وضع حدا لمسيرته الكروية عن سن يناهز 34 سنة بعد مشوار اتسم بنجاحات وبتقلبات ومشاكل كثيرة في عالم كرة القدم. فمن خلال رسالة عبر حسابه في تويتر، أوضح لاعب نادي باشاك شهير التركي واللاعب السابق في صفوف ريال مدريد وأرسنال أنه قرر اعتزاله كرة القدم نهائيا بعد 17 عاما من الأداء في المستطيل الأخضر. أوزيل بدأ مشواره مع النادي التركي شالكا، ثم انتقل إلى فيرتر بريمن الألماني ليضمه ريال مدريد إلى صفوفه. هناك سطع نجمه قبل رحيله نحو أرسنال، إلا أن علاقته بإدارة النادي توترت بسبب تضامنه مع مسلمي الإيغور. أما على الصعيد الدولي، أوزيل توج بكأس العالم 2014 مع ألمانيا، وقرر الاعتزال عقب مونديال 2018 بسبب هجوم عنصري تلقاه من طرف بعض المتعصبين الألمان على خلفية صورة جمعته بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.